لسه مكملين طبعا مع العندليب وقصص العندليب. معانا استاذ اسامه النجار، عضو جمعيه الحفاظ على تراث العندليب. يا استاذ اسامه صباح الخير. يا استاذ اسامه، طيب زي ما سمعنا الفنان محمود الغندور هو الاقرب انه يجسد دور العندليب. شفنا الاستاذ محمد شبانه ابن شقيقه وهو بيقول انا حسيت ان انا قاعد بتكلم مع عمي وهو لسه في شبابه. كانت علاقة قوية بتجمع الأستاذ محمد شبانة بعمه العندليب، وطبعا احنا عارفين ان كان والده اللي هو طبعا شقيق العندليب هو كان مدير أعماله في نفس الوقت، كان متعلق جدا بإخواته وعنده قصص كتير وحكايات كتير هنعرفها من الأستاذ أسامة. يا أستاذ أسامة صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. احنا دلوقتي بنتكلم عن القصص والحكايات اللي ما نعرفهاش عن العندليب، يا ريت حضرتك تكلمنا عن بعض الأمور. يمكن كان في فرح تقريبا حضره في درب البرابرة أعتقد، وكان ليه قصة كده في الموضوع ده. طبعا كل ذكرى وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. وارحب بحضرتك وباستاذه منى. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. لا، قصه الفرح، هو كان نازل مع الدكتور بتاعه وراكب العربيه، وبعدين عسكري المرور وقفوا في الطريق وعزموا على فرح بنته. فهو طبعا راح ضرب البرابره، وبعدين قال للناس انا عزمت عبد الحليم حافظ. فالناس طبعا مش مصدقه. اتفاجئوا فعلا ان يوم الفرح راح عبد الحليم وكان معاه الدكتور بتاعه، وعدى على محل ذهب وخد طبعا بالبلدي كده بيجامل بقى زي ما احنا الطبع العاده بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. وراح ضرب البرابره، وطبعا بقى رحبوا بيه ترحيب جامد. عبد الحليم حافظ بقى داخل هناك. صحيح. فبص طبعا لقى الفرح معمول فوق السطح. فالمفروض هو مش هيقدر يطلع عشان صحته. فطبعا طلع فوق السطح وغنى، وكان بالنسبه لهم حاجه جميله طبعا. اكيد ده مش الموقف الوحيد اللي حصل في فرح، في فرح تاني راح فيه عربون لحن الوفاء. لا، ده دوت كان حد جاله من البلد من الحلوات، وكان بيجهز بنته، فطلب منه يعني ان هو يساعده في تجهيز بنته وكده. فكان هو لسه واخد العربون بتاع لحم الوفا، وفعلا خد العربون من هنا وراح مديهوله على طول. كان لسه الاستاذ محمد شبانه دلوقتي بيتكلم عن انسانيته وجدعنته مع كل الناس ومواقف كثيره ما كانش معروفه في هذا التوقيت، لكن بعد وفاته بدات الناس تحكي الاستاذ محمد شبانه كان بيعمل معانا كذا وكان بيعمل معانا كذا، وكان معروف عنه كمان انه كريم مع اعضاء الفرقه الموسيقيه. لو تكلمنا عن مواقف كثيره مع اعضاء الفرقه الموسيقيه. طبعا. لا، كان كريم جدا مع الفرقه، وفي كمان موقف كمان مع الشيخ. كان في شيخ محمد كان بيروح يحضر ويقرا قران على طول دايما في الشقه عنده. وكان دايما رفيق بيهم كلهم بصراحه، وكان انسان جميل وانسان طيب وكريم. اكيد في تقليد سنوي لكل محبي عبد الحليم هو زيارتهم لقبره، وحضرتك بتكون موجود في الوقت ده وبتتابع، قول لنا بقى المواقف اللي شفتها وبتستحق انها تتحكي وتشاركنا معاك. انا في الطريق دلوقتي بصراحه رايح المدفن، وما شاء الله الناس بتيجي من كل مكان ومن الدول العربيه ومن كل المحافظات. حاجه جميله يعني. طيب احنا عايزين الناس كلها بتلتقي. عظيم. احنا عايزين نعرف ايه بقى المقتنيات. حضرتك عضو جمعيه الحفاظ على تراث العندليب، لو تكلمنا ايه اللي موجود في تراث العندليب. وكنا بنتكلم مع الاستاذ محمد شبانه عن التسجيلات الصوتيه اللي موجوده، وفي يعني خطابات، ده طبعا بخلاف الاغاني اللي هي معروفه عند كل الناس والافلام. مظبوط. لا، التسجيلات والحاجات ديت ان شاء الله قريب الاستاذ محمد هتظهر للنور. طبعا دي مقصود محمد هو اللي يقدر ان هو يتصرف فيها باذن الله يعني. هو قال كده دلوقتي فعلا. طيب المقتنيات عباره عن ايه؟ لا، مقتنياته يعني موجود الساعه بتاعته، موجوده البدل، يعني حضرتك تدخل الشقه كل حاجه موجوده زي ما هي. كل البدل بتاعته، بدل الحفلات،
التليفون بتاعه موجود زي ما هو، السرير الشهير بالعلامة مطرح راسه موجود موجود زي ما هو، بنفس الشكل بنفس التنجيد بنفس التفاصيل. كل حاجة كل حاجة، يعني حضرتك تدخلي الشقة تحس ان هو هيطلع ويسلم علينا. هو موجود معانا يعني باعماله الخالده، وبان هو موجود في حياتنا كلنا اكيد كنا يا شاذلي، ويعني دايما اغاني عبد الحليم موجوده معانا. طبعا بكل تاكيد زي ما كنت اقول هو سيد الاحساس في الاغاني، وكانت اغانيه دايما موجوده مع كل قصه حب من عشر. استاذ اسامه النجار عضو جمعيه الحفاظ على تراث العندليب، شكرا جزيلا ليك يا فندم.